يعني اتصال من جسام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. اهلا وسهلا. جسام جبار من بغداد. كل الهلا، تفضل. ممكن اسال الدكتور؟ يسمعك دكتور عيار، تفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور بلا زحمة، عندي ألم بالشعب الرجل. نعم. يصير من خصوصا من أبعد من النوم. نعم. من قوة أدوس على رجلي. يعني صعوبة. بعدين من أمشي شوي شوي يروح الألم، يبقى ألم بسيط أقدر أمشي. زين. وخصوصا هم من أقعد يعني أبعد فترة وأقوم شوية هم يقوم يأذيني إلى أن أتمشى يروح الألم. زين. ألم بالكعب بس مجرد ألم بس منطقة الكعب؟ بس منطقة الكعب؟ اي بس منطقة الكعب الرجلين اثنيناتهم. زين إذا تضغط على الأرض الألم يزداد؟ نعم. بس إذا يعني كنت قاعد فترة وأقوم من أقوم شوية يعني يوجعني صعوبة أتمشي. نعم. بعدين بالاستمرارية يعني أظل أتمشي يروح الألم، مو يروح يعني نهائي بس يخف. هاي الحالة شائعة طبعا بعيدا عن موضوع الانزلاق الغضروفي، تسمى التهاب اللفافة الأخمصية، لفافة أخمص القدم. وقد يكون سببها وجود نتوء عظمي في منطقة الكعب، عظم الكعب. فطبعا بما أنه يعني مو مستمرة، فهاي الحالة في بدايتها عند الأخ المتصل. الحالات المتقدمة راح تكون مستمرة ويعاني منها المريض، كل ما يضغط ويمشي على الأرض كل ما تزداد أكثر. فهي ما طول الحالة بعدها يعني في بدايتها ممكن أن تستجيب لبعض العلاجات الدوائية. نعم، يعني أنه يعني ممكن يستفاد بنسبة كبيرة بالدواء. نعم، لأنه الحالة بعدها في بداية. نعم، أنا يعني جوز مثلا يتبادر بذهن الناس أنه شغلة النتوء اللي دائما يكون بكعب هو القدم. النتوء اللي أنا ذكرته. نعم. نتوء عظمي هو هذا يؤدي إلى التهاب لفافة أخمص القدم. نعم. فهي تكون هي سبب الألم. يكون